في العام 13 الهجري واجه المسلمون هزيمة كبرى أمام الفرس في معركة الجسر، ولم يكن أمامهم سوى المشورة والأخذ برأي القادة والإمدادات لتحويل الانكسار إلى انتصار، حتى جاء النصر على يد القائد المحنك والأسد الجريح. قائد مجاهد عاقل، هو فارس العرب وخليل المسلمين، أول من هاجم الإمبراطورية الفارسية في عقر دارها وحول الهزيمة إلى نصر. إنه الصحابي الجليل المثنى ابن الحارثة في مشهد موقعة البويب. هو المثنى ابن حارثة ابن سلمة ابن مر ابن ذهل الشيباني. كان المشهور عن المثنى أنه من أشراف قبيلته وشيخ حربها، واشتهر برجاحة عقله وإدارته المتميزة في المعارك. ولد المثنى ابن الحارثة بأرض العراق من قبيلة بني شيبان، ونشأ نشأة حربية عسكرية. كيف أثرت هذه النشأة في شخصه؟ نشأ المثنى في قبيلة شيبان الحربية العسكرية التي تعرف بالقوة والشجاعة، حتى بز أقرانه في أمور الحروب والقتال، فأمره قومه عليه من الناحية العسكرية، فغدا موكلا بأمر الحرب. كان الصحابي المثنى ابن الحارثة من القبائل العريقة والكبيرة، كيف جاء إسلامه؟ عام 54 أو عام 54 قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك في العراق وفي شيبان ولد المثنى ابن حارثة، ولكنه وفد مع قومه سنة 9 من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسعد بلقائه وأنار الله بصيرته للإسلام. فلما عرض عليه النبي والصحب الكرام الإسلام أسلم طواعية مختارا سنة 9 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. امتدت الدولة الإسلامية الأولى إلى مساحات شاسعة في غضون سنوات قليلة، خاصة في عهد الفتوحات الكبرى في عصر الخلافة الراشدة، لتدخل بذلك الدولة الوليدة في صراع مع قطبي العالم في ذلك الوقت، الفرس والروم. هل تعد الهزيمة في موقعة الجسر من الأسباب المباشرة لخوض المسلمين موقعة البويب؟ السبب المباشر يتمثل في موقعة الجسر التي قاد المسلمين فيها أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، وانفرد برأيه. نعم، عندما جاء الفرس بقيادة بهمن جازواي المعروف بذي الحاجب، وطلب من المسلمين إما أن نعبر إليكم وإما أن تعبروا إلينا، أشار المثنى وهو المستشار العسكري الكبير صاحب الخبرة الطويلة، وكان خالد رضي الله عنه خالد بن الوليد يقدمه ويستشيره في كل شيء نظراً لأنه أخبر بتلك البلاد، أشار عليه بأن هذا من الخطأ العسكري، كيف تعبر إلى الفرس ويكون البحر خلفك ومنهك. لكن أصر أبو عبيد على عبور النهر، فأصبح بين أمرين، الفيلة من أمامه والفرس والنهر من خلف. اعترض بشدة المثنى بن حارثة وقال ليس هذا من التكتيك العسكري والتنظيم العسكري، لكنه ليس بالقائد وصحبه. نعم، قال جبنت يا أخا بكر أو يا أخا شيبان. عند ذلك وإزاء إلحاح المثنى على عدم العبور نزعه من المقدمة، وجاء بقريبه أبي محجن الثقفي وغير ترتيب الجيش وعبر من الناحية الأخرى، وجاءت الهزيمة. دارت معركة رهيبة، وقتل أبو عبيد تحت مقدم الأفيال. فأسند إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه القيادة يوم البويب، فأبلى بلاء حسنا وحول الهزيمة إلى نصر، فكان ينزل إلى الجنود فيفطر معهم ويشاركهم الطعام والشراب ويشاركهم صلاة الخوف ويشاركهم قصر الصلاة ويشاركهم الحرل والترحال، فأعجبوا به عجبا كبيرا لهذا القائد الذي يحنو عليهم، فحول الهزيمة إلى نصر رضي الله عنه وأرضاه، وما نهر الفرات من ذلك ببعيد.
كان القائد المثنى من أمهر وأقدر وأخبر القادة المسلمين بالعقلية الفارسية والبيئة العراقية، فهو يعلم تماماً كيف يفكر الفرس ويعلم تحركاتهم وردود أفعالهم، لذلك اتبع استراتيجية عسكرية حكيمة. كيف فعل وتصرف المثنى عندما طلب منه أن يعبر الجسر وعندما حاول الفرس المخادعة في هذا الأمر؟ المثنى أمسك بالراية وقاد الجيش فأمر مباشرة بعقد الجسر، لأن أحد الثقفيين تعصب لقومه فقطعه، وعبر الجيش من الضفة الأخرى والمثنى والأبطال في آخرهم، بل ثم المثنى رضي الله عنه عبر في آخر الجيش وقال للناس: اعبروا على هينتكم فإنا لن نزايل حتى نراكم من الناحية الأخرى، وبذلك لملم شمل الجيش الذين نجوا من هذه الموقعة. هنا أتوقف عند التخطيط العسكري للصحابي الجليل المثنى ابن الحارثة في موقعة البويب. كيف كان هذا التخطيط وكيف قام بتوزيع وتقسيم الجيوش؟ قسم الجيش أعشاراً أو قبائل، تحت كل قبيلة راية. قالوا: لما فعلت ذلك يا مثنى؟ قال: لأعلم من أين نؤتى، فمن أوتينا من رايته تقاعس قومه إذن عن الجهاد. فبعث ذلك الحمية في كل قبيلة وفي كل راية ومن هم تحتها ألا يؤتى من الإسلام من قبلهم، فقسم الناس إلى رايات وأشعل الحماس بينهم، وكان يطوف عليهم يتأكد أن تحت كل راية قائد، وخلف هذا القائد الشباب والفرسان رجالاً وركباناً يستعدون للقاء عدوهم. علم المثنى بأن الفرس قد جاءوا بجيش كبير لمقاتلة المسلمين، لأن الأمداد جاءت إلى المثنى يتلو بعضها بعضاً، فجاءوا بجيش بقيادة مهران، وعرضوا على المثنى كما عرضوا على أبي عبيد قبل ذلك أن يعبر. نعم، لكن المثنى رضي الله عنه وقائد الكبير لم يكن ليقع في مثل ما وقع فيه أبو عبيد، ولذلك قال: عبروا إلينا. فعبر الفرس إلى المسلمين، ودارت معركة بين المسلمين وبين الفرس وطالت وركدت، حتى خاف المثنى رضي الله عنه من هزيمة كهزيمة الجسر، لأنها لازالت في مخيلتهم. عندما التقت الجيوش طلب من الفرس أن يتقدموا يعبروا النهر، هل هذه كانت حنكة عسكرية لدى المثنى؟ المثنى وإن بدأ بعد ذلك أنه اعتذر عن ذلك، إلا أنه قال: بيني وبينكم نهر الفرات. فقال قائد الفرس: تعبر إلينا أم نعبر إليك؟ فقال المثنى بشجاعة الفارس: بل اعبر إلينا. فلما عبروا إليهم وقد أنهكت قواهم، أغار عليهم المثنى وحول قوتهم وعددهم الذي يفوق عدد المسلمين بعشرات الآلاف إلى قوة للمسلمين. تعجب أن في معركة البويب وكان عدد المسلمين 39 يقابلون ما يربو على 200,000 من عدوهم من بلاد الفرس، فكتب الله النصر للمؤمنين. انتهت المعركة بانتصار المسلمين، لكن الأهم أنها مهدت الطريق نحو معركة القادسية، إحدى أهم المعارك بين المسلمين والفرس. إن كان المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لم يدرك القادسية حيث مات قبلها رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه بقوة إرادته وتربيته نوع من القادة أكفاء مخلصين للدفاع عن راية الإسلام في البويب، كانوا عدة قوية للنصر في القادسية. من ناحية الفرس فإن موقعة البويب كانت كسرة لهم، حتى تحدث عامة الفرس بأنه ما بعد البويب إلا المدائن. ودخول العاصمة، ولذلك نرى ولوا قائد جديد على الجيش. نعم، نرى الفرس
يتحدون على قائد جديد ليواجهوا به المسلمين والعرب. من ناحية المسلمين تجرأ العرب على الفرس، ولذلك يقول أهل الأخبار: لقد أبلى المثنى في فتوح العراق بلاء لم يبلغه أحد، وهو الذي جرأ العرب على الفرس. كانت أعمال المثنى العسكرية ببلاد العراق مقدمة لفتوحاته فيما بعد، وكانت موقعة البويب تمهيداً للانتصار في معركة القادسية وإذاناً بانتهاء الإمبراطورية الفارسية، وكان المثنى بن الحارثة مقداماً في أقصى حدود الإقدام، شجاعاً في أقصى حدود الشجاعة، فهو بطل المعارك والاستنزاف، من أعظم أساتذة الحرب في العالم.